الإخوة والأخوات أعضاء وعضوات الجروب، الإخوة والأخوات أعضاء وقيادات شبكة إعلام المرأة العربية. ده لقائي الثالث بكم تحت عنوان لقاء السبت. الحقيقة المرة دي عاوز أكلمكم عن موضوع مهم جدا، هو إن الفن قوة ناعمة. هو الفن كان قوة ناعمة، ونتمنى ان يعود لهذا الدور، لان القوى الناعمه دي مهمه جدا جدا في التاثير على الشعوب. يمكن اللهجه المصريه اتعرفت كتير جدا من خلال الافلام العظيمه اللي هي في القرن الماضي، طبعا خلال الثلاثينات والاربعينات والخمسينات والستينات، يمكن وبدايات السبعينات، Created كانت with free أفلام version for non-commercial هادفة use. لها فكرة، لها موضوع، لها تأثير. كان الشباب بيتابعوا الأفلام ديت والفتيات وبيتأثروا بيها. كانت الأفلام دي بتحمل رسالة، عشان كده ما كانش فيه إرهاب. الإرهاب بدأ يظهر أواخر السبعينات أوائل الثمانينات، لما بدأت ما تسمى ظاهرة أفلام المقاولات، اللي هي ناس تدخل ملهاش علاقة بالفن، عاوزة تعمل أفلام عشان تكسب، وتعمل مشاهد عري وابتذال عشان تكسب. وما زالت الظاهرة دي مستمرة، يعني زي السبكي، راجل تاجر لحمة أصلا، فتحول من تاجر لحوم إلى تاجر يعني الحيوانات إلى تاجر لحوم البشر. الإرهاب ظهر لما الفن ما عادش ليه وجود كبير، بقى فنانين مع احترامي ليهم زي الفنان محمد رمضان، انا Created بحترمه with free على version for مستوى non-commercial الشخصي، use. لكن ادواره ساهمت كتير في نشر البلطجة والعنف. وللأسف الاجيال ديت في عصر مواقع التواصل الاجتماعي اغلبهم بقى بيقلدوا الامور الخاطئة يعني. وللأسف كمان ناس كتير جدا بتعتقد دلوقتي ان دخول الفن هو ان العري والابتذال، زي التيك توك، البنات اللي هم بيتعروا بيعملوا مشاهد فاضحة، ونفاجأ ان لما يتقبض عليهم ان بتحول لهم تحولات رهيبة، يعني بعضهم تخطى الـ1,000,000 دولار، يعني حاجات عجيبة جدا. طيب لما الفن تراجع، ولما دور الأسرة تراجع، ولما المدرسة تراجعت، كانت النتيجة إن في أجيال طالعة مفيش ثقافة. بعضهم Created اتجه with free يعني version for نسبة مش non-commercial كبيرة، use. ولكن اتجه بعضهم للإرهاب، بعضهم اتجه للبلطجة. كان الفن زمان يعني ليه دور في تحسين أخلاق الناس، وكان ليه دور في توجيه الناس، وكان ليه دور في تثقيف الناس. لما كانت السينما المصرية هي الرائدة في المنطقة العربية، ولما كان الفنان المصري سواء الممثل أو حتى المطرب ليه دور في توجيه الشعوب العربية، كان صوت أم كلثوم بيهز الأمة العربية كلها. كانت الناس بتنتظر السهرة بتاعتها من المحيط للخليج، بتسمعها عبر الإذاعات المصرية العظيمة. كمان الفنانين دول زمان كان لهم دور اجتماعي ودور سياسي كمان، في خدمة أهداف وفي خدمة قضايا الوطن. Created with free version for non-commercial use. بتذكرني إنه بعد نكسة 67 قام الفنانين وعلى رأسهم سيدة الغناء العربي أم كلثوم بمبادرة اسمها دعم المجهود الحربي. تم جمع مبالغ مالية طائلة، هتكلم على أم كلثوم وبعض الناس اللي شاركوا في هذا الأمر. قد جل مجموع ما جمعته أم كلثوم كان عدد كبير جدا جدا من السبائك الذهبية والمصوغات، جمعتها من الوطن العربي، وجمعتها من حفلات أقامتها في باريس، وكانت التذاكر بتتعمل لحفلاتها بأضعاف ثمنها، وكانت الناس بتدفع. شارك في ده مين؟ كتير، أذكر منهم
لأني بتكلم الذاكرة، الفنان الكبير محمد عبد الوهاب والفنان الكبير الراحل عبد الحليم حافظ وفاتن حمامة، كلهم فنانين كبار وشعراء وكتاب، منهم أيضا فاتن حمامة وفريد شوقي. Created with free version for non-commercial use. وتحية كاريوكا وكثيرين، يعني أنا مش عاوز أنسى حد. تقريبا أغلب الفنانين في تلك الفترة شاركوا فيها. أم كلثوم أحيت حفلتين في باريس شهرتين جدا، في الحفلة التانية سقطت مغشى عليها. إيرادات الحفلتين 212,000 جنيه استرليني. ولما الصحافة الباريسية سألت أم كلثوم إيه اللي عاجبك في باريس، قالت مسلة المصرية. عملت حفلات في دمنهور والمنصورة وطنطا واسكندرية، وعملت في الدول العربية كلها. مجموعة ما جمعته أم كلثوم من حفلة الكويت لوحدها 60 كيلو جرام من الذهب. والمؤرخ عاصم الدكتور عاصم الدسوقي بيقول إن الأموال اللي جمعتها أم كلثوم بلغت 3 مليون دولار لوحدها لدعم المجهود الحربي. شفت قد ايه كان الفن ليه دور من خلال الأعمال الدرامية أو الأغاني أو من خلال دعم Created القضايا with free الوطنية. version for non-commercial نتمنى أن use. يعود الفن إلى دوره الطبيعي ودوره الرائد، وأن تعود مصر مرة أخرى هوليود الشرق. شكرا جزيلا، وإلى اللقاء في الحلقة القادمة بإذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.